فيربلاي. رجعنا من جديد في فيربلاي نحكي على خبر مؤسف. كان البارح للأسف وفاة المعلق الرياضي توفيق الخذيري اللي كبرنا على صوته والناس الكل سواء في الإذاعة وإلا في التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية. خبر مؤسف ومحزن أكيد. وعنا مش نحكي أكثر على وفاة توفيق الخذيري وحيثيات اللحظات الأخيرة في وفاته وشنو كيفاش عاش المرحوم. معنا زميله في الإذاعة المنستير صديقنا ذاكر الزرافي. ذاكر أهلا بيك. تحية ليك سلام، يعطيك الصحة وبارك الله فيك وشكرا جزيلا على الالتفاتة هذية وعلمتها هذية لعمود انا اعتبره من عميد مش اذاعه منسير ومش الاذاعه التونسيه كما قلت انت معناها في الاعلام الرياضي بعد مسيره طويله تقريبا اكثر من 30 سنه توفيق الخذيري في الاعلام الرياضي في مختلف المجالات مكتوب مسموع ومرئي. اكيد ذاكر كبرنا على صوته المرحوم الناس الكل نحكينا ذاكر اللحظات الاخيره كيفاش نعرفش اسكو مريض هو قبل ولا شنو صار بالضبط؟ والله هي موت فشي هو موت فشي توفيق الخذيري اللي يعرفه انسانيا انسان نقي انسان نظيف انسان يمكن توفيق اذا ما خذاش حظه نظرا لانه ما عندوش الاساليب ملتويه وعنده معناها يخدم ويروح. توفيق انسان حريص على العمل نتاعه. توفيق يبدا عنده حصه رياضيه يوم السبت يبدا يحضر من نهار الاثنين ويبدا يحضر بجزئيات دقيق جدا. يمكن هذا زاد هي دعوه للزملاء الكل مش باش ما يكونوش معناها عندهم حرص على العمل نتاعهم لكن دعوه باش يتسلوا في رواحهم لانه العمل نتاعنا مضني وفي برشا تركيز يا اسلام وشوفوا فينا في الميكرو وشوفوا فينا معناها هك الساعه ولا ساعتين ولا نص ساعه لكن راهو ما قبله وما بعده والتحضير والضيوف ويغيب لك ضيف كلهم توفيق تاثر برشا راهو هذا الكل كوميول نتاع سنوات نتاع عمل ونتاع تركيز راهو مش ساهل ومن ملعب لملعب ومن مكان لمكان ومن تظاهره لتظاهره كله صعيب وكله يتعب وكله يقعد في الجسم. توفيق معناها تبارك الله رياضي ما عندوش حاجه معناها تذكر معناها ممكن توفيق البارح العشيه كلمني كيف العاده كيف متعودين انه ياخذ برنامج نتاع نهايه الاسبوع نتاع العمل نتاعنا باش يحضر لانه عنده حصه رياضيه السبت عشيه في الموعد وعنده حصه بين الملاعب نهار الاحد معناها فما توزيع نتاع ديسباتشينغ نتاع المعلقين فما توزيع نتاع الاحداث. كلمني على اساس ما فما حتى شيء ومن بعد جاء الاخبار الصاعقه انه جاته شويه احراق في صدره وهي بدايه جلطه ما خلطش توفيق توفيق ما خلطش توفيق معناها جات معناها الاسعاف عملوا معاه اللازم حاولوا انه يعملوا له كل وسائل باش يعاودوا يرجعوه لكن مصيبه انا بالنسبه لي معناها اسم وشقيق واخو وصاحب معناها من نواحي الكل معناها انسانيا اخلاقيا عمليا من نواحي الكل توفيق كبير انا نقول له ديما نقول له كبير هو ما الحمد لله وكاو الحمد لله الله يرحمه الله يرحمه وينعمه انا اللي يمكن اللي اعزينا شويه ويصبرنا شويه هو العدد الكبير اللي نشوف فيهم الان معناها من الاعلاميين ومن الخيان اللي اعداد كبيره جدا موجوده في مدينه سوسه من لاعبين قدامى من هيئات نتاع مختلف الجمعيات اللي نشوف فيهم لهنا توا لانه بعد شويه باش يكون نتشيعوا طيب عليه الكلمه معناها طيب عليه ربي صبركم ان شاء الله. ذاكر اكيد لحظات صعيبه نفهم ونقدر الظروف اللي فيها ربي صبركم ويصبر عائلته ويصبرنا احنا اكيد العائله الاعلاميه إنسان الكل انسان يا اسلام توفيق الخذيري انسان توفيق الخذيري انساني توفيق الخذيري طيب توفيق الخذيري باهي توفيق الخذيري معناها الله يرحمه بارك الله فيك سلام يعطيك الصحه وبارك الله فيك شكرا. اوكي مزيان منعاش اكيد ما عرفتش تنجم تحكي ذاكر فنقدر اكيد الظروف اللي فيها ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبركم على صبر العائله اللي بتاعه الكل اكيد الناس الكل شفنا حتى التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي البارح من زملاء ولا عباد اللي تعرف وعاشت معاه اكيد توري معدن الشخص هذا توفيق الخذيري معدن طيب اكيد ربي يرحمه ان شاء الله. توفى يوم امس خسر الاعلام الرياضي في تونس وخسرته ايضا اذاعه المنستير والتلفزه الوطنيه بقناتيها الاولى والثانيه ربي يرحمه ان شاء الله ويصبر كل اهله. فاصل وبعد مواصلين في بلاي حط ل 14 شيخ.